ايه ده؟ ايه اللي كسر الازاز ده؟ يا خرابي الصيغه، يا خرابي مش ممكن. ليه؟ معايا الحاجة دي بار. حاضر يا يوه. هو جابر ما باتش هنا ولا ايه؟ بلا جابر بلا زفت، اوعي إيه تجيبي لي سيرته، انا مش ناقص حرق الدم على الصبح. يما بسألك، هو سأل حرم؟ اه حرم. يلا همي شوية طلعي معايا الحاجة دي. الجابر قال بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اشجان خشي هاتي بقيه الحاجه. لقمه عشان تاكلها. لا لا لا، سعده من انت. معكوك طه. تفي كنت بجيب لك دي. حلوة؟ حلوة؟ حلوة. ايه؟ ربنا يخليك يا اخويا. ربنا يخليك انت ليا يا اخويا. روح فين يا غالي؟ جبتها من فين؟ اقول لك ما تقولش؟ اكيد سرقتها. والله سرقتها. يلا. ما تقولش لحد، روح ساعد امك. يلا. تحت امرك يا باشا. ايوه يا فندم. طب المسؤوليات ايه يا فندم؟ تمام 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 يا فندم. انا هجيب كل المشتبه فيهم واحقق معاهم بنفسي يا فندم، وباذن الله المسؤوليات دي هترجع لاصحابها وفي اقرب وقت. ده شغلنا يا باشا. تحت امر سعادتك. مع السلامه يا باشا. مع الف سلامه. مش عايز تقولي كنت بايت فين ليلة امبارح؟ قال انت جاية هنا ومطلعاني السطح عشان الكلمتين دول؟ مش ناوي ربنا يهديك كده وتبقى زي ما خليق ربنا؟ مش ناوي. طب ما تروح لابويا واشتغل معاه في القهوة واطلب ايدي وهترزق. اشتغل معاه ايه؟ اسيق القهوة؟ اخدم على الزباين؟ انت عايزانا نتجوز ونجيب عيال يطلعوا زيي؟ فوق يا صباح، فوق من الهبل اللي انت فيه. رايح انام. ماشي يا جابر ماشي، ما دام انت حاطط ايدك في ميه بارده انا مش هرفض ولا عارف من اللي بيتقدمولي. الواد شنطة العجلات اللي كل يوم بيزن على ابويا عشان اوافق عليه. ما دام انت يا اخويا مش شاري انا كمان هبيع. انا ما اقدرش استنى اكتر
من كده. كل الدنيا بيعاني. روح اشوف مصلحتك يا بنت الناس. يا لهوي في ايه؟ جاي لمين دول يا بت؟ في ايه يا باشا؟ خليكي في حالك يا ست انت. ياه خلي كل دول في ايه يا باشا؟ كفالة الشر. قوم معانا. قوم معانا. تعال قوم معانا. قوم معانا. تعال. في ايه؟ ايه يا باشا؟ هي البيوت مش ليها حرم ولا ايه؟ اخرس يالا. في ايه؟ في ايه يا سعادة الباشا كفالة الشر؟ اسأل المحروس ابنك. اسأل انت. في ايه؟ علي انا هلا. فين المسروقات؟ مسروقات ايه؟ هي مصيبة والسلام. مين اللي جاب لك الساعة دي؟ مفيش. انت مين اللي جابها لك؟ مفيش. مين اللي جاب لك الساعة دي؟ ايه؟ فتشوا الشقة حتة حتة. اقلبوا عليها وطيها. أكيد المسروقات هنا، الملعون ده دافعنا. الكلام ده ما يصحش يا سعادة الباشا. فتشوا. هنا الشنطة دي يا فندم. الله. أمال بقى الحاجات دي تبقى إيه؟ معرفش أكيد الحاجات دي أنتوا جبتوها. أنتوا عايزين تلبسوني قضية والسلام يعني ولا مش فاهم انا دي مش بتاعتي والله هتروح حصلوني على البوكس يا باشا سيب الساعة للوقت هتروح ما تعيطش يا معقول ما تعيطش جابر جابر منك لله يا جابر يا ابني دايما كده مبهدلنا ومجرسنا ركبوا البوكس يلا بسرعة يا جابر أمي وإخواتي يا حنان أمي وإخواتي متقلقش عليهم في رقبتي تركب معاه ولا تذكر على الله دلوقتي ركبوه يلا اركب بسرعة متقلقش يا جابر اطلع يا ابني واقف عندك بتعملي ايه؟ خشي جوه كفايانا فضايح وجرس خشي منك لله يا جابر منك لله يا جابر بنت صباح واقف عندك بتعملي ايه يا بنت؟ انضري غوري من هنا خش يا سي جابر يا حجان ناوي كده تقصر وتجيب من الاخر وتريح نفسك وتريحني ولا ناوي تتعبني؟ انا اسمي جابر حسان ابو شام حكاية الهجام دي سبتها من زمان وحياة أمك بلا سيرة أمي يا باشا الشقاوة دي أنا خلصتها من زمان ودلوقتي ماشي بالحلال حلال؟ والحاجات اللي اتسرقت دي ولقيناها في شقتك وصلتك برضو بالحلال؟ ما معرفش يا باشا وعيال الحرام دلوقتي كتروا ممكن أي حد يكون حط الحاجات دي عايز يلبسني تهمة يعني اي حاجة انت علي انا روح امك الكلام ده احنا قلنا بلاش سيرة امي يا باشا وبعدين يعني هي اي حاجة هتتسرق بالبلد دي اكون انا سرقتها بقولك يا جابر ما تسيبك بقى من الفيلم الهندي ده اللي بتعمله على اي حد علي انا لا مش هينفع انا عارفك من زمان وبيني وبينك التهمة دي بقى لبساك فأصر هات من الآخر كده واعترف أحسن لك البضاعة دي والحاجات دي كنت ناوي توزعها عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ هو اللي
هنقول وهنعيده يا باشا. انا قلت لك الحاجات دي انا ماليش فيها. انت هتتكلم ولا اقوم امسح بيك براد الهربي؟ والنبي ما انت قايم يا باشا. رد على الباشا عادل يا هلا. انا لو هعترف هعترف بسبب الحاجه ده. خد يا شاويش عطيه ارميه في الحجز وبكره يتعرض على النيابه. نيابه؟ النيابه هي اللي هتمسكني يا باشا. بكره هتعرف اني انا بريء. اخلص. بس الكتره تغلب الشجاعه. قول يلا اسحب هلا. يلا يا اخويا بلاش تبعها. اخلص. ايوه سعادتك. سعادتك ممكن تطمن سيادته. احنا قبضنا على الولد ومعاه المسروقات كمان. يعني ينفع سيادته يروح كمان كام يوم كده النيابه ويستلم المسروقات. لا لا الولد ده هنحوله على النيابه وهي هتتصرف معاه. ده شغلنا يا باشا. تمام سعادتك. سلام يا فندم. سلام.